في ايه؟ انا شكلي كده بولد، متأكدة؟ في حاجة كده. في حاجة نزلت. طب خلاص اوكي، انتي شنطتك جاهزة وكل حاجة. طب يلا هاخدك بعربيتي على المستشفى. عربيتك ايه؟ انت عربيتك اتسرقت. انا مش مركزة خالص. طب مش مشكلة، انا معايا المفتاح السبير بتاع حسن، يلا هناخد عربية حسن. ماشي. ايه يا عميل حبيبتي بس؟ ليه كده؟ احنا قلنا موضوع الحالات الخطره ده ما نستعملوش غير الحالات القصوى، دلوقتي انا لازم اروح لها ب 600 جنيه. طب خلاص تعالى بس ادخل. خلاص ايه بس، هجيب لها منين دلوقتي انا 600 جنيه دلوقتي؟ قولي لي بقى يا ستي، ايه الحاجه المهمه قوي اللي هدفع فيها 600 جنيه؟ يا حبيبي اهدى، عشان اللي انا هقوله لك محتاج تبقى ريلاكس وهادي ومروق عشان تستقبله بهدوء. بهدوء؟ ده انت وترتني اكتر. ايه؟ هبه عرفت حاجه؟ هو انت حياتك كلها تتلخص ان هبه هنا معرفت حاجه؟ بس خلاص كده تمام، اخد نفسي بقى، واي مشكله تانية ليها حل مش مشكله. حتى لو عرفت انه حبيبتك بيرو حامل. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. خلاص هانت كلها دقيقتين وهنوصل المستشفى. بكلم الدكتور، انا مش فاهمه ليه قافل تليفونه، مش فاهمه ايه الدكاتره اللي بتقفل تليفونها دي. بعدين الدكتوره بتاعتك بكلمها بتديني رقم كده غريب، واضح انها بره مصر. النحس ده يا ربي. مفيش ولا نحس ولا حاجه يا مريان، خليكي متفائله حبيبتي. انا حاسه ان انا هموت يا مريان. انا من يوم ما عرفتك كنت بتقولي لي الجمله دي، ممكن بقى تخليكي متفائله وتقولي لي جمله احلى من كده؟ قولي انا حاسه ان انا عايش. طب انا مش قادره. طب بص حاجتك اللي احنا خدنا عربيتها دي، هتفتكرنا عربيتها اتسرقت. متقلقيش بس، انا هوصلك المستشفى واطمن عليكي، وبعدين هبقى ارجع لها العربيه على طول. وبعدين حسنة دي زي اختي، مفيش منها قلق. المهم انت بس خليكي في اللي انت فيه، اعملي معروف. بس مش عايزه ادخلك في مشاكل اكتر من كده. لا ربنا ما يجيب مشاكل ابدا يا رب، المهم تبقي كويسه. انا تعبانه.